السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من اليوم السبت 9/3/2024. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في فردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعين الكرام، البداية السبت 9/3/2024، الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان، لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الامارات وسلطنة عمان، من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب، من فضلك قلل ساعة. ولو عايز توقيت جرينتش وبريطانيا، من فضلك قلل ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب قلل ساعة. لو عايز توقيت جرينتش وبريطانيا، من فضلك قلل ساعتين. البداية، مانشستر يونايتد هيواجه ايفرتون الساعة 2:30 ظهرا او مساء من توقيت مصر، 3:30 عصرا او مساء من مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش جوان، الأولى المعلق حسن العيدروس. بعدها عندنا واحد اتنين تلاتة ثلاث مباريات في نفس التوقيت، الساعة 5 مساء توقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي مباريات بورنموث في مواجهة شيفيلد يونايتد على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا، الأولى المعلق أحمد عبده. وكريستال بالاس في مواجهة لوتون تاون على قناة بين سبورتس اتش دي 1، الأولى المعلق عامر خصيري. وولفر هامبتون في مواجهة فولهام على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق سمير اليعقوب. بعد كده عندنا أرسنال هتلعب أمام برنتفورد الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1، الأولى المعلق متألق حفيظ دراجي. يوم الأحد 10/3/2024، أستون فيلا هتواجه توتنهام الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة. والمباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق علي محمد علي. بعدها عندنا مباراتين، برايتون في مواجهة نوتنغهام فورست، وويست هام يونايتد في مواجهة بيرنلي. برايتون ونوتنغهام فورست الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة. برايتون ونوتنغهام فورست على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 1 الأولى، المعلق أحمد فؤاد. وفي نفس التوقيت زي ما قلنا عندنا مباراة ويست هام يونايتد في مواجهة بيرنلي على قناة بين سبورت اتش دي 2 التانية، والمعلق محمد البابروكي. أما مباراة اللي بعد كده، آخر مباراة يوم الأحد، هي مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، مباراة قوية جدا بين المركز الأول والمركز الثاني. ميعادها الساعة 5:45 دي عن ستة ربع مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 6:45 دي عن 7:15 بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 3:45 دي عن الساعة 4:15 أو مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب، والساعة زي ما قلنا الساعة 4:45 دي قلنا 3:45 دي يعني 4:15 أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 7:45 دي يعني 8:15 مساء بتوقيت توقيت مين؟ توقيت الإمارات سلطنة عمان. ليفربول ومانشستر سيتي، القناة الناقلة للمباراة متابعينا الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، المعلق المتألق عصام الشوالي. يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، 11/3، عندنا تشيلسي يتواجه نيوكاسل يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة لهذه المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، المعلق المتألق حفيظ دراجي. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.